هذا ويحتفل البحرينيون اليوم بأعيادهم الوطنية المجيدة بكل فخر واعتزاز، مستذكرين مسيرة وطن حضاري ذي تاريخ عريق وحاضر زاهر ومستقبل مشرق بإذن الله تعالى، تحت راية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وتأتي هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع البحرينيين وهم يحتفلون بما تحقق من تطور ونهضة ورخاء وقفزات حضارية متسارعة، كما يحتفل البحرينيون في هذا اليوم بوصفه يوم تكريم الوطن والاحتفاء بهذه الأرض الطيبة المعطاءة، كما تعد مناسبة وطنية لتجديد العهد والولاء للقائد جلالة الملك المفدى.